لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. في مدينة مراكش جرت نهائيات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والبطولة الوطنية المدرسية لرياضة التسلق على الحائط المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وكذا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي. خلال الفترة الصباحية من هذا اليوم تم تنظيم أو إجراء جميع المسابقات الخاصة برياضة السباحة وتم تتويج الفائزات والفائزين في هذه الرياضة. خلال هذه الفترة المسائية من هذا اليوم نحن هنا بصدد تنظيم المسابقات الخاصة بالبطولة الوطنية المدرسية لرياضة التسلق التي يتبارى فيها التلميذات والتلاميذ ذكور وإناث فئة أقل من 18 سنة من مختلف جهات المملكة. وهذه البطولة تعتبر الدورة الثانية في نسختها الثانية هذه السنة. كنسجلوا ارتفاع في نسبة مشاركة في صفوف التلميذات، وهذا مؤشر إيجابي لتبين المجهودات اللي بدات الوزارة في تحقيق مقاربة النوع واللي بدينا كنحصدوا الثمار ديالو. المسألة الإيجابية الأخرى اللي كنسجلوها هي تنويع العرض الرياضي المدرسي، مني كنبرمجوا رياضتين اللي ما تلقاوهاش تدرس بزاف في داخل المؤسسات التعليميه واللي مبرمجه على مستوى النشاط الرياضي المدرسي. فهذا التنويع ديال العرض الرياضي المدرسي كيعطي فرصه ديال التلميذات والتلاميذ اللي كيمارسوا هذه الانواع الرياضيه انهم يلقاو حدهم وينالوا حدهم في البطولات الوطنيه المدرسيه. 18 نهائي في رياضة السباحة جرت بالمسبحة النصف الأولمبي في المحاميد بالمدينة الحمراء، شهدت منافسة قوية بين المشاركين ذكورا وإناثا. كانت منافسة قوية اليوم في المسابقة ديال المدارس، كاين بزاف السباحة الماهرين كان السباق قوي. بالموازاة مع ذلك جرت نهائيات النسخة الثانية لرياضة التسلق على الحائط والتي تدخل في إطار مشاريع الوزارة وذلك لتنويع العرس الرياضي المدرسي. يفرح أنا بزاف حيت قدرت أنني نشارك وتحت لي الفرصة أنني نشارك في هذه البطولة. كنشكر الجامعة وكنشكر أطلس على الاستضافة ديالتهم. تنفيذاً إذن لبرنامج عملها السنوي في مجال الرياضة المدرسية، أضحى هؤلاء الأبطال على موعد كل سنة لإبراز مواهبهم وكذا مؤهلاتهم الرياضية.